مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مرحبا فيكم، مساكم طبعا إيجابية وسعادة في هذه الحلقة من برنامج مساء الخير الكويت. في جعبتنا الكثير من الأخبار والمحطات الخاصة الإنسانية والاجتماعية والثقافية والحوارية. اليوم عندنا كثير من اللقاءات والموضوعات، حيث نلتقي وعلى الهواء مباشرة مع الدكتورة فاطمة الإبراهيم، اختصاصي الجراحة العامة وجراحة المناظير والسمنة، وسوف يكون الحديث حول هصوات المرارة وأعراضها ومضاعفاتها، وأيضا حول خطة وزارة الكهرباء والماء التي أعدتها الوزارة لفصل الصيف وضرورة الترشيد لتفادي الأحمال العالية في مؤشر الاستهلاك. سوف يصحبنا الزميل أحمد الفرحان في رسالة من وزارة الكهرباء والماء. وأيضا لدينا لقاء آخر وعلى الهواء مباشرة مع الكابتن أحمد عبد السلام، مدرب طيران في النادي العلمي الكويتي، وحديث إن شاء الله عن فريق الطيران الكويتي التابع للنادي. هذا بالإضافة إلى بعض التقارير الاجتماعية والاقتصادية المختلفة. ودائما نقول أهلا ومرحبا فيكم في برنامج مساء الخير يا كويت، وراح تكون معنا بعد قليل إن شاء الله الدكتورة فاطمة الإبراهيم، اختصاصي الجراحة العامة وجراحة المناظير والسمنة. يا أهلا ومرحبا فيكم. حياكم الله معنا من خلال برنامجكم برنامج مساء الخير يا كويت، وفي أولى محطاتنا الحوارية في حلقة اليوم والتي يسرنا نستضيف فيها الدكتورة فاطمة الإبراهيم، اختصاصي الجراحة العامة وجراحة المناظير والسمنة. حياك الله معنا دكتورة، وكل عام وأنت بخير. هلا فيك وأنت بخير. وبرك الساعات، ونستأذنك عندنا تقرير إن شاء الله نشوفه ونرجع نبدأ هذا الحوار مع دكتورتنا فاطمة الإبراهيم. حصوات المرارة هي ترسبات صلبة من العصارة الهاضمة تتكون في المرارة. المرارة هي عبارة عن عضو صغير في شكل كمثرى على الجانب الأيمن من بطنك وأسفل الكبد لديك مباشرة. تخزن المرارة عصارة هاضمة تعرف بالعصارة الصفراوية، والتي تفرز في الأمعاء الدقيقة. يتراوح حجم حصوات المرارة من حبة رمال صغيرة إلى كرة غولف كبيرة. تظهر حصوة واحدة لدى بعض الأشخاص، بينما يظهر عدد من الحصوات في نفس الوقت لدى البعض الآخر. نجدد لكم تحية من خلال برامجكم برامج مساء الخير يا كويت، وسعدني أكون معنا دكتورة فاطمة الإبراهيم اختصاصية الجراحة العامة. حياك الله مرة ثانية دكتورة. حياك. وبداية نأخذ فكرة عن حصوات المرارة. بداية مساكم الله بالخير. حصوات المرارة من أكثر الأمور الشائعة اللي نواجهها كجراحين سواء بالعيادة أو بقسم الحوادث، لأنها من أكثر الأسباب الشيوع شائعة لآلام البطن. حصوات المرارة جدا شائعة مع تزايد عمليات السمنة، مع فقدان الوزن، مع الجفاف، مع الأمراض المزمنة كالسكر وغيرها، فنشوفها جدا شائعة. نعم دكتور، الحين احنا في فصل الصيف وما شاء الله درجات الحرارة عالية جدا، هل هذا يؤثر في عملية ان الناس يمكن هناك يكون قلة في شرب الماء وتؤثر في الجسم من خلال عدم استخدام هذا الماء ويؤثر ببروز حصوة المرارة؟ الجفاف وقلة الماء ممكن تأثر بشكل مباشر أو أكثر على حصوات الكلى. حصوات المرارة ممكن يكون فيها عامل الجفاف، بس عادة الجفاف وقلة الماء بفصل الصيف يكون عادة مرتبط بحصوات الكلى أكثر من حصوات المرارة. بس مؤثر يكون في ممكن حصوات المرارة، ممكن أن يكون مؤثر لحصوات المرارة. طيب يعني نبي نعرف أعراض حصوات المرارة. الآن هذه فرصة للمشاهد الكريم اللي قاعد يتابع هذه الحلقة نتعرف على أعراضها بشكل عام. نعم، حصوات المرارة عادة المريضين بألم مفاجئ حاد
في البطن، عادة يكون كمغص مراري، نوصفه كمغص مراري بالبطن، يكون بالجهة اليمنى أكثر من أي مكان بالبطن، عادة يكون مرافق لآلام تتحول إلى منطقة الكتفين، منطقة الكتف الأيمن أكثر، عادة تكون بعد وجبة دسمة، المريض يقول كليت مشبوس، كليت باستا، كليت وجبة دسمة تسبب للآلام. ويكون ليش الوجبة الدسمة تأثر؟ لأن المرارة مرتبطة ارتباط مباشر بالكوليسترول. المرارة هي المسؤولة، تحتوي على إنزيمات تهضم لنا الكوليسترول، وبما أن الشخص قام يزيد معدل استهلاك هذه الإنزيمات فتزيد نسبة الكوليسترول عن نسبة الإنزيمات، فهذا السبب أن يكون عندنا الحصوات معظمها كوليسترول. نوع الحصوات تكون كوليسترول لو نحللها. أحجامها تكون مختلفة؟ إيه نعم، ترسبات حصوات المرارة من الكوليسترول أو غيرها تكون تتراوح بين، ممكن تكون ساعات على هيئة رمل بالمليمترات البسيطة إلى السنتيمترات، توصل إلى ممكن 2 إلى 3 سنتيمتر. نعم، يعني هي تكون بالخاصرة أحيانا، ذكرتي بالكتف أحيانا، لا تكون بأعلى البطن، تكون أعلى البطن. الخاصرة تكون أكثر شيء آلام الكلى، بس آلام المرارة تكون بعد الأكل تقريبا ربع ساعة إلى 30 دقيقة، وتكون أعلى البطن بالجهة اليمنى، والألم مستمر وما يكون، لازم يحتاج المريض مسكن، وتتجه إلى الكتف الأيمن أكثر شيء. ليش سبحان الله تتجه إلى الكتف؟ لأن الأعصاب المؤثرة والمتحكمة بالمرارة، الكبد مع المرارة متصلة بالكتف، المريض يشتكي من آلام في الكتف بالبطن وتنتقل إلى الكتف. طيب، يعني سمح الله الواحد عانى من هذه الأمراض اللي أنت ذكرتيها، شنو العلاج المبدئي لها؟ عادة المريض لما يكون عند الألم مستمر لازم يتجه إلى قسم الحوادث. قسم الحوادث عادة يقوم بعمل لازم، المريض لازم يكون يحتاج دخول مضادات حيوية، يحتاج أنه ما يقدر يأكل أو يشرب، ويتحضر إلى العملية الجراحية بالوقت المناسب، أسرع وقت ممكن. العملية الجراحية مضارة أعتقد الآن ولا؟ العملية الجراحية الحين بسيطة، بالسابق كانت العملية فتح، الحين العملية عبارة عن منظار جراحي، 4 فتحات صغيرة بالبطن، 1 سنتيمتر تقريبا، ويقدر يمارس المريض حياته الطبيعية من ثاني يوم من العملية، تعتبر عملية اليوم الواحد. نعم، يعني احنا قاعد نتكلم الآن عن الثقافة العامة، انت نعم. اكيد لاحظتي من خلال المرضى والثقافة العامة الخاصة صح. بالمجتمع انه يقولش انا والله فيني مرارة عدل. هذه الحصوة موجودة معي فترة من فترات ولكن ما عالجتها عدل. هل عملية اهمالها يؤدي إلى مضاعفات لا سمح الله؟ إحنا دائما نحاول نثقف المرضى أن حصوات المرارة من تبدي تسوي أعراض لازم أن يكون في متابعة أو مراجعة قريبة، يعني ما مجرد أنها سببت له آلام، مجرد ما سببت له أعراض، الأفضل أن يكون في مراجعة لو قريبة، واستئصالها أفضل. دائما استئصالها ينصح فيه عشان لا يكون لا تؤدي الى مضاعفات، يعني عدم استئصال المراره بالحال الطبيعي يؤدي الى مضاعفات. طيب، قبل لا ادخل في العمليه الجراحيه او المنظار، في ادويه معينه لها تخففها او تقضي عليها؟ وقاعد نسمع يمكن ادويه جديده الفتره الاخيره. صح، عاده ما ننصح بالادويه اللي للحصوات المراره، ادويه لحصوات الكلى اي نعم موجوده، بس حصوات للمراره تكون جدا قليله الفائده، وعاده ينصح فيها للمرضى اللي ما يقدرون يسوون العمليات الجراحيه لاسباب عامه في التخدير او لكبر بالعمر او لمشكله في التخدير، بس عاده الحل لحصوات المراره التدخل الجراحي. نعم، أيضا ودي أتكلم عن عمليات السمنة والجديد فيها دكتورة. إحنا مع عمليات السمنة، فقدان واحدة من أسباب تكون حصوات المرارة فقدان الوزن السريع، سواء بالنظام الغذائي بالحمية الغذائية أو بعمليات السمنة التكميم تحويل المسار، فقدان الوزن بصورة سريعة واحدة من أسبابها حصوات المرارة. فنشوف أكثر من مريض بعد بدون أعراض ما ينتبه لها، نفس الأعراض تكون، يعني في أعراض بس هو مطول يعني بعد عن الموضوع هذا. اي نعم، بس هي عاده 3 شهور 4 شهور بعد فقدان سريع بالوزن يصير عندنا آلام، المريض مجرد ما تكون عنده حصوات المراره مسببه لاعراض يفضل انه يستأصلها جراحيا بالوقت المناسب له. طيب، بما انك طبعا متخصصه في جراحه المناظير والسمنه، ودي اعرف الجديد فيها عمليات السمنه، دائما هناك تطور في هذه العمليات. اي نعم، عمليات السمنه بالسابق كانت شوي الناس عندهم خوف منها كعمليات سمنة، وكل الفكرة اللي عندهم أنها تؤدي إلى الوفاة وهذا. عمليات السمنة حاليا تعتبر من عمليات اليوم الواحد، المريض يقعد يوم أو يومين بالمستشفى،
قاعد تصير بالمنظار، في تدخلات غير جراحية للتحكم بالسمنة مثل منظار البالون أو البالون الكبسولة اللي نعطيها حق المرضى بدون حتى تخدير، بدون بنج، بدون أي تدخل جراحي. الكبسولة دكتور. الكبسولة أي نعم. هذا جديد أيضا. أي نعم، هذه يعني تعتبر نوعا ما جديدة. على شلون طريقة استخدامها؟ طريقة الكبسولة عندنا بقسم الأشعة، المريض يأخذ الكبسولة يبلعها مع كمية بسيطة من الماء، نأخذ أشعة بعدها للتأكد من وجود الكبسولة بمكانها بالمعدة، نحقنها بسائل معقم، بعدها المريض يمارس حياته الطبيعية، وجود البالونة تخلي ما يشتهي ياكل لفترة من الوقت، وينزل وزنه تقريبا من 15 إلى 20 كيلو. احنا ننصح فيها للناس اللي أوزانهم يحتاجون فقد بسيط بالوزن، يعني أكثر شيء 20 كيلو. دكتورة، فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وأنت متخصصة في طبعا اختصاصي الجراحة العامة والمناظير والسمنة، شنو أكثر الأمراض شيوعا بالنسبة لكم في هذه الفترة؟ ممكن الأمراض اللي لها علاقة بفصل الصيف ممكن تخص أطباء الجلد، ممكن حمامات السباحة أو النوادي الرياضية وهذا، بس إحنا كجراحين عادة مشكلة الجفاف، مشكلة الجفاف هي اللي نعاني منها، خاصة عند مرضانا اللي بعد عمليات السمنة يحتاجون كميات سوائل كبيرة. يعني إحنا دائما ننصحهم لترين إلى 3 لتر باليوم. بالصيف مع التعرق، مع فقدان سوائل بالجسم، يحتاجون أن يهتمون بهالجانب، فهم أكثر مرضى عندنا يفقدون سوائل، فأكثر مرضى إحنا كجراحين نتعامل معهم بعد عمليات السمنة اللي يصير معهم جفاف. نعم. ثقافة المجتمع بالنسبة لهذه الثقافة الصحية سواء بالأمراض حصوات المرارة أو السمنة، شلون تشوفينها من خلال ملاحظتك واحتكاكك في المجتمع؟ لدينا ثقافة عامة أصبحت أكثر يعني شيوعا في الفترة الأخيرة؟ والله حاليا أشوف الناس يعني تغيروا، يعني أول المريض مثلا يلجأ للجراح ويسأله شنو العملية المناسبة لي، حاليا لا، المريض يا يعرف شنو العملية المناسبة له، يناقش الجراح بخطوات مثلا بعد العملية، قبل العملية، التحضيرات، لأنه شوي صار في يعني السوشيال ميديا شوي ساعد ثقافة الناس من ناحية إيجابية. ناحية إيجابية. طيب معلومات يمكن ياخذها يمكن مغلوطة احيانا في نعم في نعم الاطباء اللي يتكلمون بتخصصات مو تخصصهم، يعني مثلا كل متخصص تكلم بمجاله فناخذ المعلومة من الشخص المناسب، بس قال او تجربة شخصية او من شخص غير بالمجال نفسه لا طبعا اكيد. نعم. هذا الجانب السلبي. بما انك ذكرتي السوشيال ميديا، هل انت نشيطه في السوشيال ميديا ولا دكتور؟ اي بس مو وايد. ما تحرصين على حط يعني وضع معلومات معينه خاصه في جوانب يعني مو كثير مع السوشيال ميديا، لان انا اغلب مرضاي من فئه النساء واغلبهم يبون خصوصيه، يعني حتى انا عندي غرفه العمليات نحاول كثر ما نقدر ان الستاف يكون نسائي، التخدير، الممرضات، هذا فشوي في خصوصيه يمكن احنا كعمليه جراحه، يعني تعطينا معلومات عامه بشكل عام حق الامراض المعينه مثل هذه الاعراض اللي انت ذكرتيها اليوم في هذا البرنامج، ممكن بطريقه شامله ممكن، بس افضل ان كل مريض ياخذ حقه بالاستشاره الطبيه، ومكان الاستشاره الطبيه يكون بالعياده. السوشيال ميديا للثقافه العامه، ممكن عن المرض بشكل عام، ممكن عن الموضوع بشكل عام، لكن اتجاه ما شاء الله كلامك مهتم في اتجاه من الاطباء، يعني في اتجاه المواضيع في السوشيال ميديا دائما في اتجاه من الاطباء، في اطباء متميزين بالسوشيال ميديا، وبالعكس ننصح مرضانا احنا ان يتابعونهم، لان في ناس عندهم مثل ما نقول التالنت بالتعامل مع السوشيال ميديا. طيب جراحه المناظير والسمنه في الكويت وين وصلنا؟ مستواها هل هو جيد، غير جيد، متقدم؟ اي نعم، مستوى عمليات السمنه بالكويت جدا متقدم بجميع مستشفيات الكويت، كجراحين من الكويت يعني تدربوا ارقى المستشفيات من برا، من كندا، من المانيا، من امريكا، حتى هنا عندنا بالكويت البورد الكويتي قاعد يخرج سنويا دفعه كبيره من جراحين الجراحه العامه والمناظير والسمنه، يعني الحمد لله مستوى مشرف. حابة تختمين كلمة أخيرة؟ والله أهم شيء أنا كجراحة سمنة دائما الناس عندهم اعتقاد إحنا الحل الوحيد عندنا للسمنة العمليات، دائما ننصح المرضى حتى المرارة عشان ما يلجؤون للعمليات، تغيير نمط حياتهم، نمط الحياة الصحي، الأكل الصحي، الثقافة الصحية بالأكل، بنمط الحياة، هذه هي أهم
نقطة أقدر أفيدهم فيها. يعني هناك خطوات قبل العمليات الجراحية. إيه نعم. بارك الله فيك، شكرا لك على قبول هذه الدعوة في هذا البرنامج. تسلم، الله يحفظك. كل الشكر وتقدير للدكتورة فاطمة الإبراهيم، اختصاصي الجراحة العامة وجراحة المناظير. وسمنا فاصل ونواصل بإذن الله. من موضوع حصوات المرارة وسمنة إلى موضوع آخر، حيث الطقس يزداد ارتفاعا في درجة الحرارة بصفة يومية، بما يشير إلى أهمية أجهزة التكييف واستهلاك المزيد من الأحمال الكهربائية. فما هو مردود الزيادة في الاستهلاك، وما هي الخطة التي وضعت من قبل وزارة الكهرباء والماء لمجابهة هذا الصيف شديد الحرارة؟ هذا ما سوف نتعرف عليه من قبل زميلنا النشيط أحمد الفرحان، ورسالة من داخل وزارة الكهرباء والماء. مساك الله بالخير يا أحمد، وعساك على القوة، والكلمة لك. مساء الخير عيد، أمسي عليك بالخير وعلى جميع الزملاء وأيضا مشاهدينا عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت ومن خلال برنامج مساء الخير يا كويت. احنا متواجدين على الهواء مباشرة في مبنى وزارة الكهرباء والماء في منطقة جنوب السرة، ومثل ما قلت يعني أحمال الكهرباء في فترة الصيف تزيد بشكل كبير. ما هي خطط وزارة الكهرباء والماء لتفادي انقطاع الكهرباء في هذا الصيف، وأيضا ما هي حملاتهم التوعوية والإرشادية للترشيد في هذا الموسم؟ كثير من الأسئلة راح تكون معنا مع ضيفنا في هذه الفقرة، وهو المهندس جاسم النوري الوكيل المساعد لشبكات النقل الكهربائية في وزارة الكهرباء والماء. مساك الله بالخير وقواك الله سعادة الوكيل. وبداية يريت إذا تكلمنا عن خططكم مع ارتفاع درجات الحرارة، وإحنا وصلنا اليوم إلى درجات الحرارة القصوى. مساكم الله بالخير وشاكرين لكم هذا اللقاء. اليوم فعلا الحرارة كانت عالية، وأيضا الأحمال اليوم وصلت ل 14000 ميجا وات، وهذا يعتبر رقم قياسي، وأول مرة في تاريخ الكويت يوصل الحمل ل 14000 ميجا وات. بالنسبة لخططنا هنا، يعني كل سنة في تجهيز لموسم الصيف تكون هناك عمليات صيانة دورية للتوربينات المولدة للطاقة الكهربائية وأيضا للشبكات الكهربائية. إضافة إلى ذلك يعني هذه البرامج الصيانة يتم الانتهاء منها قبل الدخول في موسم الصيف، تجهيز فرق الطوارئ وفرق الصيانة وتكون هي على مدار الساعة موجودة، وهذا عمل يومي بالنسبة لنا، يعني 365 يوم بالسنة. في موسم الصيف يكون يعني الاستعداد مكثف حق الموضوع هذا. أيضا انتشار فرق الصيانة في جميع محافظات الدولة يعني لمواجهة لا سمح الله أي انقطاع. احنا في موضوع الكهرباء عندنا شقين، يعني الشق الأول هو إنتاج الطاقة الكهربائية في يعني العرض مقابل الطلب، وهذا والله الحمد يعني احنا خلينا نقول في وضع آمن، هناك نسبة الآمنة المتعارف عليها دوليا لا يقل عن 10%، وهذا الحمد لله يعني محقق في دولة الكويت. أيضا عندنا الشق الثاني هو الشبكة الكهربائية النقل والتوزيع، وهذا يعني يتم التعامل معه بشكل يومي وبشكل دائم لمواجهة أي انقطاع قد يحدث انقطاعات، وهذا أمر يعني ولله الحمد احنا في الكويت لا نزال في المعدلات الطبيعية، ما زادت عندنا معدلات الانقطاعات حتى مع يعني الأيام الأخيرة اللي زادت فيها درجات الحرارة، أيضا لا نزال في المعدل الطبيعي للانقطاعات المقبولة. عندنا بحدود خلينا نقول 9000 إلى 10000 محطة تحويل ومحطة توزيع ثانوية، فلما تنقطع عندك يعني من 3 إلى 4 محطات في اليوم، هذا رقم دوليا أقول أنا دوليا يعني المعدلات الدولية طبيعي ومقبول، ويتم التعامل معه بحرفية وبفرق طوارئ متواجدة على مدار الساعة. كذلك أيضا يعني بالنسبة حق الشبكات المائية والله الحمد الوضع لا يزال يعني والله الحمد وإن شاء الله راح يستمر بوضع آمن. فاستعداداتنا لموسم الصيف يعني مثل ما نقول لكل سنة يعني وفي خطة موضوعة وفي خطة طوارئ أيضا لا سمح الله إذا صار في عندنا أي يعني أي شيء طارئ. سعادة الوكيل، إذا نتكلم عن المؤشر والرقم، يعني متى يكون هذا المؤشر وصل إلى مرحلة اللي ما تحبون تشوفونها؟ الرقم متى ممكن يوصل؟ مثل ما قلت لك هو
العرض والطلب لا يعني لا يقل عن 10%. يعني مثل الحين عندنا 14,000 يكون مثلا متوفر عندنا خلينا نقول بحدود 15,000 الانتاج او بحدود 14,900. فهذا المعدل هو اللي احنا نتكلم عنه، يعني المعدل الطبيعي الآمر بالمقاييس الدوليه هو من 8 الى 10%. متى ما قل عن هذا الرقم احنا نعتبر نفسنا داخليا في وزاره الماء ان يعني يجب ان يكون التعامل مع الموضوع هذا. هل هناك خطة توعوية إرشادية للمواطنين والمقيمين بترشيد صرف الكهرباء مثل ما تعودنا دائما في كل سنة من خلال وزارة الكهرباء والماء؟ طبعا هو في لجنة دائمة موجودة في وزارة الكهرباء والماء وتتعامل مع جميع جهات الدولة، وزارة التربية، وزارة الأوقاف، وزارة الدول المختلفة، برامج توعية على مدار السنة مع المدارس، مع أيضا يعني من جميع المراحل التعليمية. فإيه نعم في برامج توعوية على مدار السنة بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة. أيضا احنا دائما في جميع رسائلنا ودائما في جميع يعني لقاءاتنا نقول الترشيد ثم الترشيد ثم الترشيد في استهلاك الطاقة. الموضوع مو لأن في عندنا نقص أو وفر في الطاقة الكهربائية أو في الماء المقطر أو المنتج، لا، هو هذه سلوك، يعني الترشيد يجب أن يكون سلوكنا هو الترشيد. المواطن المقيم المستهلك بشكل عام، الأماكن اللي ما فيها يعني استخدامات، مو شرط إنه يكون فترة الصيف وأحمال عالية حتى لو فترة الشتاء، أبدا، هذا المفروض يكون سلوك دائم، سلوك ترشيدي في الماء وفي الكهرباء. يعني المناطق اللي في البيت المو مستخدمة، المناطق اللي أول خلينا نقول الغرف اللي ما فيها سكان، أو إنه مثلا أنت تروح دوامك 8 ساعات غايب عن بيتك، يجب أن يكون هناك ترشيد في استهلاك المكيف، في استهلاك الإضاءة، في استهلاك الأجهزة الكهربائية. هذا ليس لأن الصيف احنا ناخذ حذرنا يمكن أكثر شوية، بس هذا السلوك يجب أن يكون موجود طوال السنة. فيعني هذا احنا رسالتنا دائما، ليس فقط الكهرباء بل الكهرباء وأيضا المياه. إذا نتكلم عن في الكويت وين وصلنا في مجالات توليد ونقل وتوزيع الطاقة ساعة الوقت؟ في مجالات التوليد أيضا احنا يعني صار لنا خلينا نقول فترة متجهين إلى الطاقة المتجددة، هي الطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهناك مشاريع وهناك لجنة عليا برئاسة معالي وزارة الكهرباء والماء وعضوية جهات دولة مختلفة، جهات علمية مثل بحثية مثل جامعة الكويت، معهد الأبحاث، وزارة التربية، القطاعات العسكرية، القطاعات النفطية، للوصول إلى رؤية حضرة صاحب السمو بأن يكون إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030 15% من الطاقة المتجددة. في مجالات النقل والتوزيع الطاقة الكهربائية احنا دائما يعني نواكب التطورات العمرانية والسكانية في جميع مناطق الدولة، بأن جميع المشاريع عندما يعني يتم موعد تشغيلها يكون هناك طاقة كهربائية واصلت لها. فالتطور دائم والتوسع دائم مع التوسع العمراني للدولة. عندنا أيضا مشاريع يعني المشاريع الترشيدية مثل ما قلت لك، وهناك أيضا الخطة الوزارة لعام 2035 اللي يعني نشوف توقعات الوزارة في استهلاك الطاقة الكهرباء وأيضاً الطاقة الكهربائية واستهلاك المياه حتى بحلول عام 2035. مهندس جاسم، من خلال برنامج مساء الخير يا كويت، نصيحة أو كلمة حاب تقدمها للمواطنين والمقيمين، شو تقول لهم؟ أنا دائما أقول، وهذه رسالة وزارة الكهرباء والماء لجميع المستهلكين، أن يكون هناك ترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية أيضا، وفي أنا أسميها نعمة الكهرباء ونعمة المياه، فهذه نعمة يجب المحافظة عليها، الترشيد في استخدامها، يعني الحرص على عدم الاستهلاك الزائد للكهرباء والماء. مهندس جاسم نوري قواك الله ويعطيك العافية، وجميع العاملين في وزارة الكهرباء والماء أكيد جهودكم كبيرة، وإحنا مثل ما قلنا في فترة الصيف وهذه الأحمال الكبيرة ووصول المؤشر إلى 14,000 أكيد نتمنى إن شاء الله أن يكون هناك ترشيد ويكون هناك حرص على الطاقة ونعمة الكهرباء والماء. كانت هذه رسالتنا، والآن عودة للزميل عيد والزملاء في الاستديو. كل شكر وتقدير لك زميلي أحمد وأيضا لضيفك الكريم. وفعلا الترشيد هو سلوك، يجب أن يكون سلوك دائم، ومثل ما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا تسرف ولو كنت على نهر جاري. وأيضا هناك نعمة كبيرة جدا هي نعمة الكهرباء والماء، ويجب المحافظة عليها خصوصا في هذه الأوقات، ومثل ما ذكر الضيف بأن فصل الصيف يزداد هذا الحمل نظرا لزيادة درجات الحرارة. فاصل ونواصل. We'll be right back.
الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، شريطة يكون هذا الاختلاف بناء على ما يفيد التكامل والمصلحة العامة، ولا يكون هداما يفسد العلاقات ويقوض العزائم. عموما لدينا المزيد حول هذا الموضوع من خلال هذا التقرير. ذات يوم قال لنا دكتور في الجامعة جملة بقيت راسخة ومحفورة في رأسي، أتذكرها كلما وضعت في موقف يجعلني أستعيدها فيه. قال لنا: في أي حدث تمرون به في حياتكم أعبروا إلى ضفة الآخر. سأله أحدهم حينها: ما المقصود بضفة الآخر؟ فأجاب: أن تضع نفسك في مكانه، فإذا وجدت أن تصرفك أو كلماتك التي تخرج منك لائقة أو مسيئة، عندها أحكم بنفسك واختر طريقتك التي تجدها مناسبة مع الموقف. لو أسقطنا هذا التعبير على الواقع واعتمدناه مقياساً في تعاملاتنا الإنسانية مع بعضنا البعض، ربما لارتقينا بمجتمعنا عبر احترامنا للاختلاف والتنوع. يكفي أن تطلع كل يوم على تعليقات قراء المقالات حتى تتمكن من أخذ لمحة كافية عن شخصية كل متابع وميوله وأهدافه. هذا الإنسان اللي دائما ينتقد، علشان نفرق بين النقد والانتقاد. النقد هي العملية الصحيحة في التقييم، إنه يذكر السلبيات، يذكر الإيجابيات، ويطرحها بطريقة فيها إنسانية ومحبة ونصيحة طالعة من القلب، وحتى لو كانت يعني عملية نقد بناء، يعني غالبا المفروض تكون بالستر، فالنصيحة بالعلن فضيحة. والانتقاد، الانتقاد هو عملية إظهار السلبيات من وجهة نظرنا، طبعا إظهار السلبيات بدون ذكر الإيجابيات، وتكون بطريقة شخصية، تجريح شخصي. فالطرف الثاني لما يسمع الانتقاد وانزال أو ما يعطيه قدر هذا الإنسان، ما عنده لغة الحوار الراقي، ما يفهم بطريقة سليمة، شنو اللي يصير معه؟ يقوم الطرف الثاني يضطر أنه هو يدافع عن نفسه. علشان يدافع عن نفسه نفس الشيء راح تبتدي حرب الملفات، كل واحد يفتح ملف الثاني على أبو إنه هو هذا ينتقد وهذا يرد على الانتقاد، فتصير العملية كلها خصوصا داخل البيت توترات. الانتقاد يؤدي إلى الغضب، الغضب ينشر ريحة الإدرينالين، الهرمون هذا بالجو داخل البيت، فتصير في جو هوشة، جو حرب، جو صراعات. شنو الداعي؟ ماكو داعي حق هذا الأسلوب. يعني أنت شنو راح تستفيد إلا إذا كان هو يقصد بنيته أنه هو يجرح الطرف الثاني. وغالباً كثرة الانتقاد تبين بأن الشخص اللي ينتقد هو عنده مشكلة بالداخل، مو عارف قيمته، يبي يظهر قيمته أنه هو أعلى وأفضل وأحسن من الطرف الثاني بأنه ينزل قيمته. لا، يمكن أنت تعرف قيمتك، تعرف قدرك، فتساعد الطرف الثاني أنه هو يرفع من قيمة، ترفع من قيمة هذا الشخص. هي مسألة علاقات، مسألة أسلوب حوار، التعلم في إدارة الحوار الراقي. إحنا بشر نتعلم، نتغير، نتثقف، علشان نقوم نتواصل بطريقة سليمة. من منا لم يحلم بالطيران يوما؟ هذا هو محور فقرتنا الحوارية التالية، والتي يسرنا أن نستضيف فيها وعلى الهواء مباشرة الكابتن أحمد عبد السلام، مدرب طيران في النادي العلمي الكويتي، وحديث عن فريق الطيران الكويتي التابع للنادي. حياك الله معنا وساعة المباركة وكل عام وأنت بخير. الله يحييك ويبجيك، ومساء الخير يا أخوي عيد، وعلى مساء برنامج مساء الخير وعلى مشاهدينا. مساك ورد، ونستأذنك عندنا تقرير إن شاء الله نشوفه ونرجع نبدأ هذا الحوار مع ضيفنا الكريم.
يعتبر النادي العلمي إحدى جمعيات النفع العام المميزة للغاية بدولة الكويت، فهي منظمة غير ربحية تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية، ويهدف النادي العلمي إلى رعاية الأنشطة العلمية ونشر الوعي العلمي، العمل على رفع المستوى العلمي بالتعاون مع الأندية والهيئات العلمية المختلفة، تهيئة الجو المناسب لأعضاء النادي لشغل أوقات الفراغ بما يعود عليهم وعلى بلدهم بالنفع، توثيق وتعزيز روح التضامن بين أعضاء النادي، وصقل المواهب وتوجيهها التوجيه الصحيح السليم، وأخيراً الاشتراك في المسابقات والمعسكرات والندوات العلمية وتبادل الزيارات والخبرات مع الأندية العلمية. حياكم الله معنا ومعنا الكابتن أحمد عبد السلام، حياك الله معنا من فريق الكويت للطيران، وساعة المباركة، وناخذ فكرة في البداية عن هذا الفريق. طال عمرك الفريق تأسس من سنة 76 مع تأسيس مرصد العجيري، أمسي على العم صالح العجيري الله يذكره بالخير. طبعا كان احنا نسميه بر مشرف أيام أول، تأسس مثل ما قلت لك مع مرصد العجيري. الطيران كان مجموعة قليلة، كان تصنيع بدائي عن خشب، والمكاين طبعا استيراد اللي هو الريموت والمكاين، الريموت مع المكاين، إلى ما وصلنا مراحل متقدمة بحيث أن نشارك في معالم دولية، مشاركات دولية. طال عمرك يعني الحين آخر مشاركة اللي هو آخر مسابقة عندنا بالكويت كانت شهر واحد على مستوى العالم بالكويت طبعا، لأن المشاركين كانوا من الخليج ودول عربية زائد ثلاث دول أجنبية اللي هي ألمانيا وكوريا زائد إنجلترا. الكويت حصلت على المركز الأول والثاني، الثالث كوريا. آخر مسابقة عالمية في دبي تقريبا العدد كان 156 مشارك، ثلاث فئات، واحدة من الفئة الكويت الأول والثاني، ثاني فئة الكويت الأول ما شاء الله، الجت الأول والثاني، الثري دي الأول، هذه مشاركة عالمية بدبي. طبعا مو محترفين الشباب كلهم، لا هوات يعتبرون، هوات لكن دخلوا مرحلة الاحتراف. بس ملاحظة أن الفرقة الثانية هم محترفين، يكون كلهم محترفين وناس تدعمهم، شركات تدعمهم. احنا بالكويت لا، كل واحد يدعم نفسه، والنادي العلمي والنادي العلمي جزاه الله خير يعني يوفر لنا المكان على اساس تبني طيارتك، والمكان للطيران اللي هو مثل ما تفضل في تقريبا في منطقه بنيدر على اساس نطير طيارات فيها. نعم. انت ذكرت تبني طيارتك، ما ادري هي اغلب الطيارات هي صناعه كويتيه ولا لا استيراد تكون؟ هي استيراد بس تجميع. تجميع تجمعون انتم في النادي بالاساس؟ بالاساس انا اقول لك من يعني من الجيل الاول، لا كان تصنيع 100%، كان يستوردون خرائط، على هالخرائط يبنون المجسم الطيارات. يعني لا. الاغلب يجيب هالقطع وتصنعونها في الكويت. اي نعم. يعني ممكن مخرجتنا شيء ما تطلعين بالطياره اللي قبل شوي قاعد نشوفها، طياره الجت، هاي طياره يعني ما شاء الله شكلها جميل يعني. اي نعم. مقارب للطيارات الحقيقيه ولكن بنموذج مصغر. صح. ودي اتكلم عن هذه، هل هي استيراد ولا ايضا تجميع؟ هم تجميع طال عمرك ما شاء الله، هي استيراد لكن تجمعها يعني كل واحد لازم يكون عنده الخبره الكافيه عن طريق النادي العلمي، لانه لازم يروح النادي يسأل قبل يدخل مرحله اللي هو تركيب الطيارات. طبعا هذه مسافاتها كم تقريبا بالطيران والارتفاع؟ طبعا هي ريموت كنترول، هذا ريموت كنترول. طبعا بعد نظرك حق الطياره بالجو ما تعدى 700 الى 800 متر، لكن بعد هالمسافه راح تشوفها شيء صغير، يعني اشبه لك اياها تكرم مثل الدبانه طايره فوق بالجو، فما تشوف رايحه راده فوق تحت. فبس الريموت يوصل معك، يوصل تقريبا لاكثر من 900 متر، ف هذا المستوى نظرك وين يوصل حق الطياره يوصل معك الريموت. طبعا الريموت اللي يستخدم لازم يكون صاحب مهاره معينه. والله في المتدربين
هم يعني في انواع من الريموت طبعا، في شيء للمتدرب، في شيء للمحترف، في شيء للوسط، في انواع ريموتات حق اللي هو الهليكوبتر، وفي شيء حق طيارات الجت، وفي شيء هم بعد فئه ال 3 دي اللي هو طيارات مقاساتها اكثر من 4 متر. يعني ما شاء الله تبارك الله، قاعد تشوف اللقطات الان على الهواء مباشره من خلال هذه الصور وهذه اللقطات للفريق الكويتي، نماذج اخرى من الطائرات غير طائره الجت مستخدمه بالفريق الكويتي. انا اسميهم دول صقور النادي العلمي. الصغار هذول الشباب، لان هم اللي نبيهم يبدعون لما يكبرون. هم اللي راح باكر مثل العينه لما تشكلها، لما يتدرب المتدرب يوصل مراحل متقدمه مثل ما وصلنا الحين. فاللي تدربنا فيه نوصله حق الشباب الجدد، على اساس انه باكر ترى تقدر تخليها من هوايه الى مهنه، واكثرنا صارت مهنه معانا. مهنه من هوايه الى مدني او حربي، سواء ميكانيك او طيار. يعني ما شاء الله تبارك الله، والخوض في هذا المجال خاصة الشباب مثل ما ذكرت أنت في مشاركاتهم الخارجية واحتلال المركز الأول كانوا هو في مقابل المحترفين. في كلامك ذكرت أكثر مرة عملية التدريب، التدريب على الطيران، عندكم مركز تدريب للطيران تكلم عنه أيضا، عملية تدريب الشباب. قسم الشباب والعلوم يضم تقريبا 21 ورشة. الورش هي طيران الأحياء، هندسة معادن، إعادة تدوير. طبعاً في فئات، أنا أقول لك كمختصر الأسامي الورش، لكن الفئات العمرية في من سن الأربع سنوات إلى ثمان سنوات. ما شاء الله أربع سنوات. من أربع سنوات إلى ثمان سنوات، ومن 13 سنة من التسع سنوات إلى 12 سنة، ومن 13 سنة إلى 17 سنة. فكل فئة لها ورش تدريب خاصة، سواء شباب وبنات، لأن بالآونة الأخيرة خلال الثلاث سنوات السابقة دخلنا البنات معانا في تدريب. نعم. هذه الفئات الصغيرة خاصة نركز عليها الناشئة، شنو نوع التدريب اللي تقدمون لهم؟ أي نوع من الطيارات تستخدمون؟ طال عمرك مو نفس الطيارات، لكن احنا نسميها الطيارات الأفقية اللي هي الجناح الأفقي. طبعا تركيب، تدريب عن السيميليتر عن طريق الريموت كنترول، زائد طيران الخارجي. ودي أتكلم عن ورش النادي العلمي. طال عمرك مثل ما قلت لك أنا الأعمار والورش، كل ورشة عدد المتدربين فيها 15 طالب أو طالبة. طبعا 3 أيام للشباب، 3 أيام للبنات، اللي هي أحد وثلاثة وخميس للشباب، اثنين أربعة وسبت للبنات، زائد في باصات مكيفة على أساس أن إذا ما له خلق ولي الأمر أو ولية الأمر أنه يودي أو يجيب سواء البنت أو ولده، في باصات مكيفة توصيل موجود. إيه نعم، زائد بيئة صحية. يعني اللي ما شاف النادي العلمي خلال السنتين اللي طافوا ما يبي يشرك عياله، تعال شوف النادي. بيئة صحية مسكرة كسيفتي دار مدارها، من حيث المنظر العام، الصالات، إذا ودك تنطر ولدك أو بنتك في صالات مهيئة حق الانتظار، ثلاث مخارج دائما مسكرة بعامل ما حد يطلع أو يدخل إلا مع ولي أمر. يعني في مواضيع حلوة صارت بالآونة الأخيرة الحمد لله. نعم، يعني ما شاء الله قاعد أشوف التيشيرت اللي معك عليه الفريق الطيران الكويتي. صح طال عمرك، لان احنا خلاص تشعبنا بالطيران. في طيارات مثل ما قلت لك الجت، في ال 3 دي، في الهليكوبتر، في طيران الشراعي اللي هو الباراشوت، والعدد وصلنا الى 300 مشترك. ما شاء الله، هذا بس للطيران غير الاقسام الثانيه. هذا بالطيران 300 بس مشترك. التسجيل مفتوح حتى اللحظه؟ التسجيل طال عمرك من امس مفتوح، اللي هو قسم الشباب والعلوم، اللي هو الإفاءات من الأربع سنوات إلى 17 سنة. بخلال أن كل أسبوعين دورة جديدة، إلى تقريبا 3/8، كل أسبوعين دورة جديدة تقدر تسجل وتختار الورشة الأولى والثانية، لأنك تقدر تختار ورشتين مو ورشة واحدة. إذا اخترت سواء طيران، شنو الورشة طبعا على حسب المقاعد اللي هي المتاحة، شنو الورشة اللي تبي تختارها ثانية، سواء ميكانيك أو
سيارات النيت واحنا نسميها سيارات الريموت كنترول. الله يعطيك الصحة والعافية. إلى مزيد من التألق طبعا في فريق الكويتي للطيران وما شاء الله 300 عضو وإن شاء الله إلى أكثر من نجاح ونجاح بإذن الله. بارك الله فيك، شكرا لك. آمين طال عمرك. فاصل ونواصل من خلال برنامجكم برنامج مساء الخير يا كويت. نجدد لكم تحية من خلال برنامجكم برنامج مساء الخير يا كويت. قبل شوي قبل الفاصل عزيزي المشاهد كان معنا ضيفنا الكابتن أحمد عبد السلام من الفريق الكويتي للطيران في النادي العلمي، وذكر عملية التسجيل في النادي العلمي لفرق الطيران خاصة يعني بالناشئة من أعمار 4 سنوات إلى 9 سنوات من الجنسين من الذكور وأيضا البنات وغيرها من هذه الجوانب المهمة. ونحن في فصل الصيف بالتحديد نعيش أزمة فراغ أقدر أقوله، خاصة بأطفالنا اللي هي من أعمار 7 سنوات اللي هم الابتدائي والمتوسطة وأيضا الثانوي. هذه الأزمة هي أزمة فراغ كبيرة، فلذلك نحتاج إلى أوقات خاصة لهم نستفيد من قدراتهم وطاقتهم. وللحمد في الكويت هناك الكثير من الأندية بمختلف نشاطاتها، سواء كانت نشاطات حركية بدنية فكرية وغيرها من هذه الجوانب، ومشرعة وفاتحة أبوابها بشكل عام لاستقبال هؤلاء من خلال الأندية الكويت، الأندية الرياضة وأيضا النادي العلمي في الجوانب العلمية والعلوم والقراءة والفيزياء وأيضا الطيران، وهناك أندية السباحة وكرة القدم وأيضا الفنون القتالية. يعني لا تخلي ولدك أو بنتك في البيت فقط على الجهاز الإلكتروني ويلعب هذه الأجهزة الإلكترونية، مو قاعد تستفيد منه ولا قاعد تطور من قدراته بشكل عام. أيضا في جانب مهم، بما أن ذكرنا عملية الجوانب الإلكترونية والألعاب الإلكترونية، هناك الفترة الأخيرة أصبحت العالم أصبح غرية يعني صغيرة جدا. الانترنت نعمة من الله سبحانه وتعالى، وأيضا هذه يعني الغرفة الصغيرة نعمة من الله سبحانه وتعالى في عملية الجوانب الإيجابية، ولكن فيها جوانب سلبية خاصة بالتجارة الإلكترونية. أحيانا تعرض في السوشيال ميديا سواء في الانستغرام أو تويتر أو سناب مجموعة من البضائع بشكل عام، هذه البضائع تشوفها أنت يعني بأشياء جميلة جدا من خلال هذه الصورة، وهذه الصورة أو هذا الفيديو متعوب عليه في هذه البضاعة، فأنت تشدك هذه البضاعة وتطلبها بسعر معين، ومن ثم تسرق هذه السلعة وتكتشف بأنها يعني ليست مقاربة للصورة المتعوب عليها. هذه يسمونها التجارة الإلكترونية. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نشوف هذا التقرير. في حقبة الماضي كان التجار يضطرون إلى التجارة عن طريق السفن بالبحر، وكان يأخذ منهم وقت وجهد. احنا اليوم في 2019 في عصر الثورة التكنولوجية الرقمية طلع مصطلح جديد عندنا اسمه التجارة الإلكترونية. التجارة الإلكترونية تتم هي التجارة مبادرة خدمة وسلعة مقابل مبلغ مادي لتحقيق الفائدة للطرفين البائع والمشتري، وهي الربح الإلكتروني، أي شيء ديجيتال أو رقمي. التجارة الإلكترونية لقت وقللت تكاليف التجارة العادية التقليدية. اليوم التجارة الإلكترونية تتحقق عن طريق منصة إلكترونية تعتبر هي الدليل الأول في عملية التبادل التجاري. هي منصة إلكترونية ضخمة تضم عدد من الموردين حول العالم، وطبعا تعتبر أكبر مكان يتجمع فيه أكبر المصانع والموردين لكل الدول في العالم. هذه المنصة العالمية تضم مجموعة موردين. الموردين عندنا ينقسمون إلى 3 أقسام. المورد الأول اللي هو تاجر الجملة، المورد الثاني اللي هو المصنع،
أما المورد الثالث اللي هو تاجر التجزئة. وحسب الأحصائيات اللي عندنا تقول إن في سنة 2017 وصلت التجارة الإلكترونية إلى 2.4 بليون، وهي في ازدهار مستمر سنويا بمعدل 23%، وممكن توصل في 2023 إلى 4.3 بليمية، وهو عدد كبير. نتمنى من الشباب استغلال هذه الفرصة، وتعتبر التجارة هي أرض خصبة للمشاريع القائمة أو الناشئة. ومن أنشطة الدولة اليوم اللي ساعدت في ريادة الأعمال هي رؤية الكويت كويت جديدة 2035. ورؤية الكويت الجديدة 2035 من أهداف هذه الرؤية هي تحويل الكويت إلى مركز مالي استثماري تجاري، والتجارة الإلكترونية جزء لا يتجزأ من هدف رؤية الكويت 2035. يا أهلا ومرحبا فيكم من خلال برنامجكم برنامج مساء الخير يا كويت. كنا معاكم في محطات مختلفة في هذا البرنامج، بدينا معاكم في محطة حوارية مع ضيفتنا الدكتورة فاطمة الإبراهيم اختصاصي جراحة عامة وجراحة المناظير وسمنة، وكان حديثنا عن حصوات المرارة وأعراض هذه الحصوات وكيفية علاجها مع الطرق الحديثة والمتجددة في علاجات الأدوية بشكل عام وهذه الأجهزة المتطورة في العلاجات الخاصة. وصلنا أيضا إلى موضوع السمنة، آخر علاجات في السمنة، هناك البالون وأيضا الأدوية الخاصة في هذه الجوانب، إلى جانب حوارنا مع زميلنا أحمد الفرحان من وزارة الكهرباء والماء مع ضيفه الكريم عن موضوع الأحمال الكهربائية وانقطاع الكهرباء بشكل عام في بعض المناطق في الكويت، وكان حديث خاص مع وكيل وزارة الكهرباء والذي ذكر بأن نحن نعيش نعمة الكهرباء والماء، وأن الترشيد هو يجب أن يكون سلوك عام للأفراد وثقافة عامة سواء في فصل الصيف أو فصل الشتاء، وهذا سلوك مطلوب بشكل عام من عملية الترشيد من خلال الكهرباء والماء بالكويت. إلى جانب أيضا ضيفنا المختص في جوانب الطيران واللي يتكلم عن طائرة الجيت وهذه المهنة أو هذه الهواية التي تحولت فيما بعد إلى مهنة خاصة بالشباب، وهذا الفريق الذي نافس دول متقدمة في العالم وحصلوا على جوائز عديدة. بهذا نكون قد وصلنا معاكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم برنامج مساء الخير يا كويت. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.